ينفع تمام ولا ايه؟ ها تمام في ايه يابا مالك؟ وحد الله صنبو انا شاي اكل عشان سيجار عامل ايه يابا؟ انا تمام بس زعلان وشاي. ليه شاي؟ ليه شاي الاول؟ في ايه اللي حصل امبارح؟ كانت المنطقه كلها طايحه في بعض هنا في المنطقه. الحمد لله يا عم انا طلعت من النار. ربنا كتب لي خير. مستعجل يطوب علينا طبعا. انا واحلى عايزه اقص شعري. طب اقعد انت. اقعد انت. لا اقعد انت. اقعد انت يا مجلي. اقعد انت يا صامبو. يا مجلي اقعد يا مجلي ما تزق. اقعد انت يا صامبو انا احلى. عاجبك كده؟ والله لو اقول له انا اقول له شاهين ده. عاجبك كده؟ تعالى يا حماده اقعد. ها؟ انت مش شايفني واقف ولا حاجه؟ انا وقفت قبلك انا اشتغل. يا مجلي ما تقفلنيش مني. على فكره انا متاخره في العطوي غشيم انت عارف. اقص شعري ولا امشي ولا ايه؟ طب وحد الله يا عطوي واقعد في جنب بقى. اقول لك على حاجه؟ اه انا هجيب لك حمله حامي قصوا لك المكان ده على دماغك. طب انا عايز اشوف اخرك. بتطردني يعني؟ لا لا انا مش هشوفك. اتفضلي. والله ده صاحبي عادي وبنشتغل مع بعض. هو بيتضايق اصلا انا ما بحلق لزبون تمام او اقص شعر زبونه وكده بتديني تبس. مش انت بتدفعي تبس برضه ولا ما بتدفعيش تبس؟ صح. انا عايز التبس ده. على فكره المفروض دي حاجه مني انا يعني. انت ما تقوليش. لا انا بطلبها. ده حقي. انا اشتغلت في حاجه باخد حقي. لا انت ما بتطلبش. ده حقي انا بشوف حقي وباخده. لا انا واحده فيها دماغ وبعرف افكر وبعرف اقدر اللي قدامي. تمام. انا بقى باخد التبس ده وبجهز فيه نفسي. بروح الوكاله بشتري شويه حاجات من هناك. انا ايه مشكلتي؟ انا عايزه اقص شعري عشان مستعجله. طب انت عايزه ايه؟ اللي عايزه ايه؟ تعملي ايه في شعرك؟ تمام اقصه. هتقصي كده يعني؟ اقص لك منه 2 متر كده يعني؟ 2 متر ايه؟ انا بقول لك عايزه اشيل البايظ. اه الترطيف بس ده ايه؟ الحاجه اللي هي مفروله تحت دي. فرولة وشعرك كله مفرول اصلا وحش. ايه ده انت ما بتغسليش شعرك؟ ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ انا هنا بهتم بالعنايه بالبشره. بالبشره وفي اصلا في شعرك بيبه. انا اتفضلي وانا دلوقتي انا هروق لك على شعرك. اتفضلي. انا هجيب لك الفطار. ايه ده؟ سيبيها بس كده انت فاهمه؟ اصل التنظيف بس بيحتاج شغل والشعر ما ينزلش في قفاكي. على فكرة قفايا ورا مش قدام. ثواني يا فندم بس هجيب العدة واجي. نشيل بقى الحاجة دي من هنا كده عشان ايه نشتغل على نضيف. نشيل الحاجة دي كده. تمام؟ وانت هتعمل ايه؟ هتطلعي من هنا بتلمعي نجمة. والله هطلعك نجمة. انت كده بتحميني مش بتغسلي شعري. مش بتغسلي شعري. ديت بس كده نشيل النضاره بس بعد اذنك. تعمل ايه؟ انت فاهم انا بس كده بالصابون ده هنلمع الشعر والوش كده. هناخد الوش بس كده. لمع ايه يا عم؟ ناخد انا عايز اقص شعري. عارفه يا فندم ده مش عايز اعرف. بيمسكوا الفرسه عندنا بيغسلوها. هو حد قالك علينا فرسه ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا فندم؟ ده الصح. ده علشان نشيل الجلخ اللي على وشك ده. جلخ انت عبيط. انت وشك كله مليان يعني في قرف في وشي كده كتير فانا عايز انضف. انت مالك؟ انا عاجبه نفسي. انت مالك؟ طب اتفضلي يا فندم. العيش العيش من اي حاجه يا عم. بتعمل ايه؟ انت بارد قوي. يلا بس احنا هناخد بس كده من فوق من هنا كده من عند هو القرى. انت هتطول ايه ده؟ ما هناخد القرى بس عشان تباني النجمه في الاخر. انا هنجمك. انا مش عايزه ابان نجمه. انا عايزه اعمل شعري عشان اغور. عارفه محمود الليثي؟ خد بتاعتك ديت. عارفه محمود الليثي؟ عارفه اخوه؟ مش عايزه اعرف حد. ده صاحبي انا اللي بحلق له. عايزه اقص شعري عشان مستعجله. ينفع ولا ايه؟ اتفضلي يا فندم. وشيل البتاعه دي ارميها. خلاص اهي. اتفضلي عادي. قرف ده. الزباين كلها مقرفه كده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت متخلف. في زغبار في شعرك بنضفه. هو انت عبيط؟ في ايه يا فندم؟ في ايه؟ انا بتكلم بالراحه اهو. انا لغايه دلوقتي لسه ما اتعصبتش. هو ده كله بالراحه؟ انا لما بعصب بزعق. لا انت ما تزعقليش ليا انا. يا فندم انا خلقي ضيق. ده ايه المكان ده؟ انا عايزه اتنقل اقص شعري عشان اغور في داهيه. لا 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 لا. طب اتفضلي يا فندم. سيدنا محمد رسول الله يا اخويا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. خلاص هنشتغل. لا انا همشي. انا مش عايزه. فين التوكه؟ اتفضلي يا فندم. فين التوكه؟ رميتها. رميت ايه؟ هو انت بتنب مزاجك؟ رميت التوكه يعني. ازاي يعني؟ ازاي؟ ما احنا هنقص شعرك كله فانت مش محتاجه توكه بعد كده. احنا لما نقص شعرك هتربطيه بايه؟ والله انا مش عايزه اعمل حاجه عندكم اصلا. فين شنطتي؟
لا لا لا. طب وحيد الله. طب وحيد الله بس ثانية واحدة. وحيد الله. لا لا لا. بس احنا بنهزر معاكي. دي كاميرا خفية. والله؟ اه والله. ده مقلب. ده كله؟ بتضربني؟ ده مقلب والله. والله؟ ما تزعليش. تمام. عايزين ننضف بس الخلقة ديت. ننضف ايه؟ حد قال لك علينا معفنة؟ ننضف ايه؟ طب والله بنهزر معاك معلش. هيجي دلوقتي اللي واقف هنا هيعمل لك بس بس بص الكاميرا هنا. باي باي بقى للكاميرا دي. أهم حاجة ما تزعليش بس. أنت طالما ضحكتي يبقى مش زعلانة. موافقة بقى اللي حصل ده يتزعل؟ أيوه موافقة. يتزعل؟ أيوه أبو الصحابي يلا أيوه. اتفضلي بقى هو هيجي يحلق لك دلوقتي. هيجي يحلق لك ويقص لك شعرك كده بالمكنة بقى. يحلق لي إيه وأنا يا جماعة ده أحسن توفير مش حلاق. بهزر عادي. ما في إيه مالك؟ هرزعلك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ خلاص والله بهزر.